السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير، كل عام والمسلمون جميعا بخير. هذه تهنئة العيد، والعيد لمن طاعته تزيد، والعيد ليس لمن لبس الجديد، العيد لمن طاعته تزيد، العيد لمن يزيد في قربه إلى الله تبارك وتعالى. للصائم فرحتان، أول فرحة يفرحها يوم العيد، يفرح لأن الله وفقه وأتم عليه صيام رمضان وقيامه، وإن شاء الله يكون أدرك ليلة القدر ويكون من العتقاء من النار. هذه الفرحة العظمى والكبرى، وإلا فإن المسلم من حقه أن يفرح ويهنأ ويلعب ويسمر ويتعاطى كل ما من أسبابه إعلان فرحته بالعيد، لأن العيد منحة الله تبارك وتعالى، والواجب على العبد أن يفرح بعطية الله جل في علاه. فالعيد فرحة، والعيد تهنئة، والعيد صلة رحم، والعيد لعب، حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة، حتى يعلم الناس جميعا أننا في أعيادنا نفرح ونهنأ، لا فقط بالماديات ولا بالملابس المبهرجة ولا بالأماكن الفسيحة، بل فرحنا الأساسي أننا مسلمون وأننا موحدون وأن الله وفقنا للصلاة والصيام والقيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرحكم جميعا بالعيد، وأن يسعدكم جميعا بهذه الأيام العزيزة المجيدة، وأن يجعل أعياد المسلمين فرحة وسعادة وإقبالا وقبولا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام أنتم بخير. جمع قلوبنا عقب فرقه.